تعتبر حياة كل واحد منا لرحلة. خلال هذه الرحلة نحاول جاهدا لتطوير وتحسين رحلتنا أي حياتنا قدر الإمكان بالطريقة التي نحن نراها مناسبة. وفي هذا الفيديو سنلخص كتاب ستيف فيرسفيلد واسمه رحلة الفنان The Artist Journey. جميعنا مررنا في فترات بحياتنا نشعر بأن الحياة روتينية، أننا لا نتقدم لأي شيء في الحياة، وذلك يؤدي للشعور بالإحباط واليأس. وفي هذا الكتاب رحلة الفنان يحاول مساعدتنا بكسر الحياة الروتينية وتطوير حياتنا نحو مستقبل أفضل دون أي مشاعر سلبية. الموضوع الأول في الكتاب هو النهوض من السبات الذي أنت به. وما يعنيه الكاتب هو أن تدرك ما هو حولك وأن تستيقظ من نومك، هكذا يسميه الكاتب. النوم يعتبره الكاتب نوع من البيئة التي حولنا، ولنكن صريحين، نحن غير مدركين لما يحصل حولنا، ولا نعرف لماذا نشعر بما نشعر به دائما، أو كيف نتصرف في حالات معينة. ويحث الكاتب أن نعرف ما هو حولنا، والوصول للوعي الكامل بما يحيطنا، لأن من خلال الوعي الكامل سيكون لدينا صورة واضحة لحياتنا، ومن هناك سنبدأ في تطوير حياتنا للأحسن والوصول لأهداف في الرحلة التي حددناها لنفسنا. الموضوع الثاني في الكتاب هو زرع بذور الفكر داخلنا، وما يطلبه منا الكاتب أن نبدأ في سؤال نفسنا عدة أسئلة وأن نشكك فيما يقوله لنا الناس في العلم، في العمل، في الحب. اسألوا نفسكم، هل يوجد طريقة أخرى؟ وهل ما يقولونه صحيح؟ هو يطلب منا أن نشكك في الأمر لكي نحفز نفسنا في التفكير. لاحظوا، اليوم لا يوجد لدينا تفكير مستقل لنفسنا. نحن نقضي أغلبية أوقاتنا على التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا نعطي لنفسنا الوقت الكافي لنفكر في مصلحتنا، ونعطي الإمكانية لأشخاص آخرين أن يقولوا لنا ما هو صحيح وما هو خطأ. لذلك ابدأ في سؤال نفسك، أو ابدأ في الشك بما سمعته في التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي. إذا يوجد لدينا عادة التي هي روتينية، علينا أن نشكك بها وأن نسأل نفسنا، هل هي تقدمنا لهدف معين؟ إذا كل يوم أنا أجتمع مع الأصدقاء لمشاهدة حلقة معينة، هل هي تفيدني هذه الحلقة بشيء؟ أو هل يمكنني استبدال هذا الروتين بشيء آخر لأحسن رحلتي أي حياتي؟ وهنا رجعنا للعامل الأول، أن نكون بوعي كامل بما يحصل حولنا. حلل برنامجك اليومي وابدأ في التشكيك به وسؤال نفسك، هل هذا سيحسن وضعي؟ هل هذا سيحدث تغيير لحياتي بعد 6 أشهر أو بعد سنة؟ هل أكلت أكل صحي في الفترة الأخيرة؟ هل استثمرت بنفسي وبصحتي في الفترة الأخيرة؟ ما هو التغيير الأخير الذي فعلته بالفترة الأخيرة لتحسين وضعي الاقتصادي؟ هذه أسئلة مهمة جدا، من خلالها تخطط رحلتك في الحياة بطريقة أفضل. افحص نفسك، ما هي عاداتك؟ هل أنت مدمن على مسلسل معين وتشاهده بشكل يومي؟ هل هذا المسلسل يقدمك لشيء معين بالحياة؟ لأن هذا هو هدف المسلسل، هدفه أن تدمن عليه وأن يعودك أن تكون حياتك روتينية وأن تشاهده بشكل يومي وأن لا تركز بأي شيء آخر يحسن حياتك. هذا هو هدف التلفاز، هدف الهاتف الذكي، هدف المخدرات، وهدف أصدقاء السوء. الموضوع الثالث هو الظهور في الحالات الحرجة. الكثير من الأشخاص تحاول التهرب من الحالات الصعبة أو الحرجة في حياتهم. إذا قررت تغيير شيء معين في حياتك ولا تشعر بالراحة اتجاه القرار، هذا الشعور سيزداد أكثر وأكثر. إذا اليوم لم تشعر بالراحة، هل تظن غدا أو أي يوم من الأيام القريبة ستشعر بتحسن؟ طبعا لا. الشعور بعدم الراحة سيلاحقك طوال حياتك،
لذلك لا تنتظر حتى تشعر بالراحة حيال القرار التغيير الذي تريد أن تفعله. ابدأ الآن في تغيير رحلتك، ابدأ الآن ولا تتطرق لعدم الراحة. إذا أنت تعمل في الجامعة وتضطر النهوض الساعة 6 صباحا يوميا، طبعا سيصادف أيام الجسم لا يريد النهوض، ولكن إذا استسلمت لجسمك ولم تحدث تغيير لرحلتك ولحياتك، إذا عليك الظهور في الحالات الصعبة والمقاومة والمكافحة من أجل النجاح. فمهم جدا أن نظهر في الحالات الحرجة وأن لا نيأس. الموضوع الأخير في الكتاب هو لن تكون أبدا جاهز تماما. الكثير من الأشخاص تنتظر اللحظة المناسبة لتحدث التغيير بحياتها. كم عدد المرات التي قلت لنفسك عندما ألاحظ الفترة المناسبة وأشعر أنني جاهز أريد تغيير صحتي للأحسن، أريد عندما أكون جاهز تغيير وضعي الاقتصادي للأحسن، أو عندما أكون جاهز أو الأوضاع تتحسن أريد أن أتعلم مجال جديد، أو أريد إنشاء مشروع تجاري جديد. في الحقيقة أنت لن تكون أبدا جاهز تماما لتغيير أي شيء تريده. التغيير سيحصل فقط خلال فعل حركة، أن تقرر وأن تبدأ الآن. كما يقول توني روبنز إحدى الأشخاص المؤثرين: Take massive action، عليكم عمل تغيير جذري، عليكم البدء الآن وتحسين نفسكم خلال التغيير الذي تمرون به. الأشياء لن تتغير من تلقاء نفسها، علينا أن نبادر وأن نفعلها بنفسنا. لا تنتظروا الوقت المناسب، الوقت المناسب هو الآن. تذكر أنه لا يوجد أحد سيحدث التغيير لحياتك، فقط أنت المسؤول عن حياتك. إذا لماذا تنتظر؟ ابدأ في تخطيط رحلتك الآن، وأتمنى لك أن تكون رحلة مليئة بالنجاح والسعادة. ولا تنسى الضغط لايك على الفيديو إذا أحببته، والضغط على مربع الاشتراك والاشتراك بقناتنا لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية وأيضا فيديوهات تحفيزية سنعلنها بشكل أسبوعي في القناة. سأراكم في فيديو آخر.